السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين رياضة الهجنة العربية الأصيلة، مرحبا بالجميع في هذا الختامي الكبير في هذا المهرجان الذي يضم أكبر عدد من الهجنة المشاركة، ونشاهد وإياكم هذا الشوط وما يدور في مجرياته، وهذه الانطلاقة مع شوطنا 18 والمخصص للقعدان الحقائق، وهذا الاندفاع في هذا الشوط، ونتابع وإياكم ما يدور حول هذا الشوط، نتابع هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع مع أيضا القعدان المشاركة في هذا الشوط. نتابع وإياكم المركز الأول والمقدمة، ونتابع هناك اللي هو محترم اللي سعيد بن أحمد بن علي العويسي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني، المركز الثاني متعب لمحمد بن صغير بن قنون بن محمد الكتبي على المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث، المركز الثالث من يصلنا في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث شاهين لبخيت بن ناصر النوبي العامري على المركز الثالث، والمركز الرابع، المركز الرابع من يصلنا في هذه اللحظات راهي لأحمد بن محمد الراعي العوية العامري على المركز الرابع، والمركز الخامس نتابع وإياكم هناك من أيضا المركز الخامس اللي على المركز الخامس نتابع وإياكم هذا الاندفاع غصب لسعيد بن محمد بن أحمد بو إبراهيم على المركز الخامس، بينما النقلة على المركز السادس اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات هناك من الجانب الأيمن، نتابع وإياكم، ولكن نرى هناك أيضا الدخول من اللي يتدخل في هذه اللحظات الأوغازي لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي على المركز السادس أو المركز السابع، نتابع وإياكم المركز السابع اللي هو ديب لمحمد بن عوض بن محمد المزروعي على المركز السابع، المركز الثامن نتابع هناك المركز الثامن ومن يصلنا اللي هو منبه لمحمد بن حليش بن حصيبان العويسي على المركز الثامن، المركز التاسع نتابع هملول لمحمد المبارك بن محمد بن خيره الشريفي على المركز التاسع، المركز العاشر واخر الندى مع المركز العاشر، نتابع واياكم هناك اللي هو هملول سهيل بن سعيد بن حمد الجحافي، هذه النتيجة والنداء الأول للعشر المراكز الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة، نتابع وإياكم هناك الاندفاع مع اللي يقود المسيرة منذ الانطلاقة، محترم محترم لسعيد بن أحمد بن علي العويسي على المركز الأول، بينما بن جعفر هناك على المركز الثاني، وهذا الدخول هناك من مع غازي لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي على المركز الثاني، بينما أرصدون الذيب، الذيب اللي بدأ يتسلل من مركز إلى مركز، ذعناب على المركز السابع والآن يغير إلى المركز الثالث وفي طريقه إلى مقدمة الشوط، المركز الرابع نتابع وإياكم المركز الرابع الذيب لمحمد بن عبد الله بن سعيد الوهيبي، والمركز الخامس نتابع هناك من الجانب الأيمن سراب لحمد بن عبد الله بن حمد الوهيبي، ورا الدخول الآن أرى الدخول من أيضا المديم لعبد الهادي بن حميدي بن سالم، عبد الهادي بن حميدي بن سالم اللفجح المري على المركز أيضا الخامس، ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المقدمة، نعود إلى بن جعفر بن مرخان، يا سلام يا راعي غازي، غازي على المقدمة، غازي على أيضا هذا الشوط، غازي لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي على المركز الأول، وأيضا ينفرد بالمقدمة وينفرد بسيارة الكاميرا، يا سلام يا غازي، يا سلام يا غازي، المركز الثاني نتابع هناك محترم على المركز الثاني سعيد بن أحمد بن علي العويسي على المركز الثاني، المركز الثالث بدأ هناك الذيب على المركز الثالث اللي محمد بن عوض المزروعي، المركز الرابع أيضا الدخول من المركز الرابع اللي هو هملول لمكتوم بن الشيبة السبوسي على المركز الرابع، المركز الخامس باللفجح أيضا قادم في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل هناك من الجانب الأيمن، الله يا سلام يا سلام يا المديم،
المديم لعبد الهادي بن سالم اللفجح المري على المركز الثالث الآن. ونعود إلى المقدمة، نعود إلى إنتاج المختبر. الله يا بن مرخان، الله أيضا يا بن جعفر، يا سلام على هذا الأداء الجميل. والمقدمة مع غازي وعلي المدهوشي، أيضا يستاهل راعي غازي، أيضا متابعة أيضا في التضمير. وسلام على غازي على هذا الأداء الجميل، بدأ ينفرد. والسلامات إلى زعبيل، سلام يا زعبيل، سلام يا غازي، سلام لمحمد بن جعفر بن مرخان، الاكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز. والسلام أيضا للمدهوشي على هذا أيضا الانطلاق، علي المدهوشي، يا سلام يا بن مرخان، ها هو يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لمالك غازي محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي على هذا الفوز وساعة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني الذيب لمحمد بن عوض المجروعي، المركز الثالث لعبد الهادي بن سالم اللفجح المديم، المركز الرابع من وصلنا المركز الرابع اللي هو هجام لأحمد بن عبيد مبارك الكتبي، المركز الخامس من وصلنا الغالي لعبيد بن مطر بن سعد العتيبي. هذه النتيجة لهذا الشوط، تابعتوا ويانا هذا الشوط وهذا الانطلاق أمام خط النهاية، وتابعتوا هذا الاندفاع في هذا انطلاق شوطنا 18. وكانت النتيجة مع بن مرخان أيضا مسجلا توقيت زمني وقدرة 5:55 جزئين من الثانية. تهانينا وناموس لمالك غازي محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي، المركز الثاني من يصلنا في ثاني المراكز اللي هو المركز الثاني الذيب، قاطع المسافة في 5:59 بدون أجزاء من الثانية اللي محمد بن عوض المجروعي. المركز الثالث من يصلنا في ثالث المراكز المديم لعبد الهادي بن سالم باللفجع، قاطع المسافة في 6 بدون ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.